يفام سبور بلس أيمن زروق حوصلة لأهم الأحداث الرياضية في الـ 24 ساعة. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في ساعتنا الثانية من سبور بلس باش نحكي على تتويج الأولمبي البيجي بالسوبر التونسي. البارح الفاز على حساب النجم الرياضي الساحلي، ما مصير عماد بن يونس؟ آخر المستجدات في خصوص الموضوع المدرب. بعد شوية زادة باش نعملوا كويز باش نختبروا الثقافة العامة الكروية لضيوفنا الحاضرين اليوم. نذكروا سعود الباقي، مرحبا وسهلا من جديد، طارق العليمي والسيد برهان بسيس. قبل هذايا طارق طلبت الكلمة في خصوص مرتضى بن ونيس، بسرعة باش نحكيو عليك. بسرعة على الحقيقة ساعة قبل هذايا عندي صديقي وزميلي الأستاذ عمر الجادوي من جربة، تحية لي، يسمع فيكم ويحييكم واحد واحد، تحياتنا أميرات، تحية لي وللجربة الكل ولاعب كرة قدم زاد عمر. كيفك يعني؟ ما مريتوش ما ثماش كيفي راهو موصول. ذكرنا بالمسيره جمعيه تريانا الى حدود العب سينيور ولا القرايه الى حدود البكالوري، ما ادريش بالله حقوق. وقولوا طارق العليمي ما فهمش كوره وجيبوا في محامين يحكيوا على الكوره. شوف بالنسبه لمرتضى بن ونيس، الساعه نطلب اللطف لبنته اكيد جدا، ان شاء الله باللطف عليها. هو بالتدريب الاخيره قال اللي هي لباس وعديت مرحله الخطر والمرض اللي كانت فيه، اللي تبع شويه واللي يسال. سالت انا المصطلح الطبي باش فهمت الحقيقه الخطوره نتاع الايامات الانعاش اللي عاشتهم البنيه، لكن ان شاء الله باللطف عليها وربي يشفيها ويشفي جميع المؤمنين كما يقولوا. لكن انا كان جيت في بلاصه المكتب الجامعي كان تصرفي اخر، كان تصرف يعطي الثقه للاعبي المنتخب. حبيت نربط بمبدا الثقه اللي حكى عليه برهان، اللي قال مرتضى عنده اصحابه كيفاش تكون الرياكسيون. لو كان جيت كنت نعمل هكا تفكيري البسيط جدا، ولست في باب اعطاء المواعظ، ولكن هكا يقول لي مخي. عندي ولدي عنده بنت وعندها إصابة خطيرة، ما نقولوش برا امشي وحدك لتركيا، نسخر عضو مكتب جامعي يتنقل معاها لتركيا وعلى كاهل المنتخب الوطني، على كاهل الجامعة التونسية لكرة القدم، ونقول له تمشي معاه. وكان لازم نشوف واحد من الأطر الطبية باش يكون مباشر مع مرتضى باش يحكي مع الطب اللي موجودين في تركيا ونعطي رسالة طمأنة وثقة. راكم ولادي وراكم تحت لواء تونس وراكم تحت جلباب الجامعة التونسية لكرة القدم، وراو ما ثم حتى واحد يعارك حتى المرض وحيدا. رانا كلنا مع بعضنا نربحوا مع بعضنا، نخسروا مع بعضنا، نمرضوا مع بعضنا، نصحوا مع بعضنا. مش نقول له امشي على روحك وقول لي شنو اللي صار ولو شكون باش نعوض واليوم الأخير من القائمة. كانت نجم تكون رسالة كبيرة لشحن العواطف والقلوب نتاع اللاعبين، باش يقول لك تيان شوف البيرو فيدرال شنو يعمل معايا، شوف المنتخب نتاعي شنو يعمل معايا، شوف جمعيتي اللي هي الجامعه التونسيه لكرة القدم شنو تعمل معايا. راهو تسكر الموضوع وراهو ربحنا نقاط حوافز، يعني تصعيد زايد نتاع الفيدرال، الحقيقه البلاغ زايد نتاع من الاول. انا قلت لك من الاول حتى لو تريتمون دو سوجي. حكينا قبيله شويه على تحذيرات المنتخب التونسي باش نعملوا طلع زاد على المنافسين نتاعنا جنوب افريقيا ومالي وناميبيا، شنو قاعدين يعملوا، فاش قاعدين يحضروا، شنو المباريات الوديه اللي قاعدين يعملوا فيها. لكن تسويت الكويز باي لنتفق انه الناس الكل انه اكبر حيال في تاريخ الكويز هو طارق العليمي بتجربه كاس العالم، معناتها عم ناول، معناتها فريمون يبدل بخلاف جوجل، يبدل الصيغه نتاع الاجابه ويخرج روحه هو صحيح ومش غلط وانا جاوبت قبلك وكل الحكايات هذوكم حاصيلو. باش نختبروا فيرسيون جديده في 2024 العام. سؤال باش نبداو به هو سؤال عنده شويه معنى تاريخي. النسخه هذيا نعرفوا الناس كلهم باش تنظمها الكوديفوار. الكوديفوار نظمت كاس افريقيا مره بركة قبل النسخه هذيا، في انا عام كانت النسخه هذيا اللي استقبلت فيها الكوديفوار كاس امم افريقيا سنه قداش؟ احتمالات عطينا سهلا كمان نهار الاولاني وقعدنا معك الساعه الثانيه تواريخ شيء واحد من نقرب لكم شويه نقرب لنا عاد الاعمال عليك ساعه لا لي دات بريسيز هذا واحد مع الغل باهي نعطي عام في العشريه الاخيره لا في اللي قبلها لا في العشريه لا في الالفينات الكل لا ما بين التسعين والثمانين نسخه اللي نظمت فيها كاس افريقيا الكوديفوار اخر نسخه نظمت فيها الكوديفوار. انا اعطيكم انديس واحد اخر 78 لا هزتها الكاميرون النسخه هذيك 86 لا 80 لا 82 82 ليبيا لا 88 لا 90 ب 89
78 شاركنا فيها. شنو قلتوا؟ 80 80 لا و82 لا و86 84 معروفه شو وليت معروفه تو اربع سنين يا برين ايش قلت لك ريتك فيش وليت معروفه لا ما يعرف هو كذا دوك نسخه 1984 اللي اخر نسخه كانت نظمتها الكوديفوار وكان توج بها منتخب الكاميرون. شكون اكثر منتخب موجود في النسخه هذه شارك في نهائيات كاس افريقيا للامم؟ النسخه هذه تونس لا نسخة هذه تقصد تونس موجودة في التوب تروى اما ما هيش لولا مصر, مصر شكون قال مصر برهم سايس برهم سايس قال له والله ارجع الفار انا لو ارجع الفار ارجع الفار هاكم الفار الفار شكون قال له نازل البرهان بغير ما ترجع الفار برهان بسايس الفار يقول برهان بسايس الفار نرفع معكم حاجة بالفار الفار مش محايد في الإذاعة لأنه الفار يمتني نفس الإذاعة اللي يخدم فيها الفار مكاع تونس هذاك الفار الحي لا فار من بلاصة أخرى لا لا أكثر منتخب موجود في النسخة هذه شارك في نهائي كأس أفريقيا هو مصر ب 26 مشاركة الكوديفوار 25 مشاركة غانا ب 24 مشاركة تونس ب 21 مشاركة باهي تو باش نسألكم على أقل منتخب شارك موجود في النسخة هذه نفس ناميبيا موريتانيا ناميبيا ناميبيا لي موريتانيا لي برهان ممكن كل قدامنا نعطيكم انديس انه المنتخب هذا يشارك في النسخه الفارطه في اول نسخه ليه والنسخه غامبيا ممتاز جدا عبد الباقي بن مسعود ثاني مشاركه لغامبيا هو اقل المنتخبات المشاركه في النسخه الحاليه النسخه متميزه النسخة متميزة كانت النسخة الأولى وغامبيا قاعد يقدم في مساويات ممتازة واستراتيجية عمل قاعد يجني في الثمار متاحة مع نفس المدرب رفض كثير من العروض من عروض تونسية في فترة ما تنزانيا موريتانيا يجيوا بعد غامبيا بثلاثة مشاركات نكملوا بالسؤال الأخير قديش من منتخب شارك في النسخة الفارطة مش موجود في النسخة هذه المشاركين بيدو ما يعرفوش مش نحن والله 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 رقم مثير للانتباه على خاطر ثم برشا منتخب يشاركوا في النسخه الفارطه مش موجودين في النسخه هذيا اعطيني احتمالات شنو احتمالات عدد يعني قلنا 6 8 اعطيتك الاجابه وقتها خش قلت الاحتمالات تحب الاعداد نتاع المنتخبات ولا اسامي عدد اعطيني اسامي اسامي تقينا نحن الاعداد تو بنجي للاسامي تو نقربوا تو نقربوا نجم نقمروا في علم السحر خلينا بالاعداد ثلاثه منتخبات نجم تستعين بصديق راهو نجيب تزيري نجم يعطيك سبعة والله لا عندك جوجل سي عبد الباقي برافو يعطيك سبعة شفنا ما عودوش السنة والله سبعة بالضبط معناتها باهي سبعة منتخبات جزر القمر الجابون الملاوي اثيوبيا السودان السيراليون وزيمبابوي هذوما سبعة منتخبات كانوا موجودين في النسخة الفارطة ومش موجودين برافو سي عبد الباقي رقم اعتباطي والا عندك المعلومة لا حصرتها بين ستة وثمانية جيت سبعة يعطيك الصحة سي عبد الباقي باهي كان هذا الكويز نتاع اليوم النتيجة كانت متساوية ثلاثة هما واحد واحد هي غير فار بالحيلة الواحد نتاع عبد الباقي بالغورة مش محسوبة بتاع طارق العليمي واحدة نتاع فار ميسير شنو مش محسوبة بالفار أنا شير جاوبت الإجابة اللي بالفار أنا عندي زوج إجابات هذيك مع الأسف أنا أودي الانتصار نتاعي البرهان بسايس الكل يقولي هو في الصدارة يعني ما هو في الصدارة مبيه يا سيدي يعطيكم الصحة روح رياضية بارك الله فيك لعلي أغريب أنه يجيب معنا بحث كل يوم إن شاء الله والله إن شاء الله فصل صغير باش ناخذوا آخر أخبار بسرعة آخر أخبار منتخباتنا بعد الفصل سبور بلوس على EFM أحلى راديو اهلا وسهلا مرحبا من جديد دونك منافسي منتخبنا في المجموعه ناميبيا هو اكثر منتخب مخوف عبد الباقي بن مسعود اللي باش نلعبوا له في المباراه الاولى مالي وجنوب افريقيا شنو اخر اخبارهم شنو اخر تحضيراتهم فاش قاعدين يعملوا حاليا المنتخبات هذوما كيفاش قاعدين يحضروا لمنتخب التونسي نسمعوا لتقرير من انجاز زميلتنا ملك المعلوي اليوم باش نحكيوا على منافسي المنتخب التونسي في كاس امم افريقيا ونفكروا انه منتخبنا الوطني موجود في المجموعه الخامسه رفقه كل من مالي جنوب افريقيا وناميبيا نبداو بمنتخب ناميبيا اللي تعتبر هذه رابع مشاركه لي في نهائيات الكان يلقب المنتخب هذا بالمحاربين الشجعان يحتل المنتخب الناميبي المرتبه 115 في ترتيب الفيفا صادر في ديسمبر 2023
من أبرز لاعبي المنتخب الناميبي في النسخة هذه بيتر شالوليلي لاعب مع ميلودي سان داونز جنوب أفريقي، دينزل هوازيب لاعب هايلاند سبارك جنوب أفريقي، وريان نياب مدافع ديربي كاونتي الإنجليزي. ويتولى كولين بنيامين المدافع الدولي الناميبي السابق الإشراف على تدريب منتخب المحاربين الشجعان منذ جويلية 2022. نتعديو للمنتخب الجنوب أفريقي اللي باش يخوض مباراة ودية ضد منتخب ليزوتو نهار 11 جانفي. من المهم الذكر أنه قائمة منتخب البافانا بافانا ما فيهيش لايل فوستر المهاجم الواعد البرني الإنجليزي، أما ضم القائمة أسماء أخرى مهمة من ماميلودي سان داونز وأورلاندو بايرتس والأهلي المصري. منتخب جنوب أفريقيا باش يسجل المشاركة عدد 11 في نهائيات كأس أمم أفريقيا قيادة البلجيكي إيغو بغوس، واللي سبقوا أنه توج باللقب القاري مع منتخب الكامرون سنة 2017 بالغابون. نكملوا مع المنتخب المالي اللي فاز نهار السبت 6 جانفي على نظيره غينيا بيساو في مباراة ودية. منتخب النصور يسجل حضور قوي في النسخة هذه بتواجد نجوم على رأسهم إيف بيسومات نجم توتنهام الإنجليزي وبوبكر تراوري لاعب وسط وولفرهامبتون الإنجليزي. منتخب مالي شارك للمرة 13 في تاريخه في نهائيات الكان وترجع أحسن مشاركة ليه لسنة 1972 بعد وصوله للنهائي ضد منتخب الكونغو. يعطيك الصحة ملك على التقرير هذايا. برهان بسايس كي جين أول حاجة تجي المخك كي نقوله بش نلعبه جنوب أفريق تجي المخك 96؟ ايه جزء منها 96 هذيك في النهائي، لكن تقريبا جنوب أفريقيا بعد الكيب هذيك القوية الكيب اللي واكبت صعود حاجة جديدة في الفوتبول اللي اسمها جنوب أفريقيا بعد المشاكل السياسية اللي حصلت لها ونهاية سياسات الميز العنصري، من وقتها ما عادش ما عملتش كيبك اللي تدق وما عملتش كيبك معناها الواحد مقارنة كيما قلت أنا تخاف من ناميبيا أكثر من خاف من الأفريق دو سود. علاش تخاف من ناميبيا أكثر من الأفريق دو سود؟ ناميبيا هذه الكيبات الجديدة اللي تحب تعطي أداء واللي تحب توري روحها في مشاركات معناها تقريبا ماهيش متعود عليها كثير ناميبيا في كأس أفريقيا، والشو اللي نجم كيما موريتانيا قلقتك لهنا في الماتش هذايا بتاع التحضيري كيما ناميبيا تنجم تقلق خطر بالنسبة ليك راهو كما قلقتنا غامبيا زيدا هو طرح للربح أما مش طرح تنجمش تبيع وتشري فيه بل في النور هو طرح للربح هذه هي هذه على كما يقول سي عبد الباقي الصعوبة بتاعه بقى عاد مالي بتبيع نلقاو رواحنا في وضعية توا باش تشوف معناها اليوم في 2024 نقولوا مالي تقولش عليا نحكي على برازيل ولا كيب صعيبة ولا ألمانيا مالي اللي كانت دول طون يعني تاكل الدرقة دي حارة في تونس وتروح وكي جيت ربحتنا عام 94 في الفيلم نحكي دول طون احنا مو ديناصورات شو لها درجة انت ديناصور برهين في الثمانينات في الثمانينات علاش قاعدة 94 نقطة كحلة مالي لأنه مالي 94 حكي في غش نربحوها ماتش الأولاني راه ماتش الأولاني كيما ناميبيا توا يعني كانت مجموعة فيها ثلاثة فرق ويطلعوا منها زوز مجموعة الوحيدة اللي كانت ثلاثة فرق يخيجينا الثالث يجينا الرابعين في ثلاثة زهير وقت تذكر بي بورين تو انت كهكا ناقد رياضي وتقرأ من بعيد وكذا ناميبيا مالي جنوب أفريقيا منتخبنا يترشح ولا يترشح الأول بسهولة ولا يترشح ثاني ولا كما هك العام ترشحنا بسيف بين أفضل الثلاثين شنو قيراتك للمنتخبنا بارابور للمنافسين أنا نستعير كلام قالوا طارق هذا معناها منتخب ما تنجمش تتنبأ له كيما ينجم يعمل حاجة وتشوف بجد بجد ما تنجمش تتبالو ما فهميه ما نعرفش أمور تبدلت لبارامتر تغيرت تمام ما نعرفش بتاتر انت تنجم ميما تسميه المنتخب هذا جوارات العبيد ما عاش تعرف توقف في الشارع ناس تقول له سمي لي جوارتك بناسيونال وسمي لي بوست شكون يلعب في بلاصة شنو العبيد ما عاش أنا بالنسبة لي باش نكتشف المنتخب في كاس أفريقيا أقول لك الحق معناه ما عنديش فكرة إذا كان أنتم متابعينه بالقداء ومتابعين إيش قاعد يعمل المنتخب بتاتر على خاطر فما فترة زمنية ما بين آخر مشاركة اللي هي كانت كأس العالم وتوا شكون مشى فيها شكون جا فيها شنو لي بوست ديفونس بتاعنا شكون الواحد عندك حتى اللي جارديان توا كلنا متشوقين باش نعرفوا شكون الجارديان الأولاني اللي باش يهبط يلعب حسب رأيك شكون الأول أنت تشوفه أنا نشوف في بشير بن سعيد بشير بن سعيد مع الواحد نسيسوا عليه دحمان على الأقل حماية دحمان والواحد والدورة إن شاء الله تطول بالنسبة لكيب ناسيونال ينجم يتصرف الجانب هذي لكن شوف بشير بن سعيد أولى لحراسة المنتخب وكما قلت لك راه
كيما قادر يعمل حاجة كبيرة وعيشنا كالجو ذاك وتونس والشيخات والشارع الرياضي يتشغل ويبدأ يتقدم في الواحد كيما يعمل لك حاجة زادة. أي ثم زادة نقطة أخرى فيها شوية كنت فاني طرق العليمي حب ركز على جنوب أفريقيا. النوايوم تاع جنوب أفريقيا هو نفس النوايوم تاع ماميلودي سانداونز، تزيدهم مع أفضل لاعب في الأهلي المصري اللي هو بيرسيتاو. بيرسيتاو طبعا. شنو نجمو نستناو اللي هو أفضل لاعب في الأهلي؟ شنو نجمو نستناو من جنوب افريقيا؟ هالمنتخبات اللي تبني نوايو نتاعها من خلال نوايو نتاع النادي كيما اسبانيا وديلبوسكي وقت اللي بنى نوايو عام 2010 نتاع برشلونه تشافي انيستا بوسكارنو، لانه التجربه المنطقه برشلونه ماهيش سان داونز وماهيش ماهيش الاهلي، لكن على المستوى الافريقي راهي التجربه هذه نجحت. تذكروا مليح احنا في 96 نجحت وقت اللي كان نوايو من النجم الرياضي الساحلي موجود. هاي. عندك 8 لاعبين من النجم الرياضي الساحلي. المنتخب المصري 2006 2008 نجح بواسطه الاهلي. دونك على المستوى الافريقي ثم بعض النجاحات في التفكير انه انا يكون عندي فريق على المستوى الافريقي متالق بارز، نجيب الخمسه الى حدود 8 لاعبين منه هو ونتبع طريقه اللعبه هذيك ونمشي بها. لكن اليوم في 2024 راهو الفوارق ولات برش. تشوف انت الليست نتاع السنغال كي تشوف في قاعدين يلعبوا تقول راهو الملاعبيه هذوما مهما كانت انت ايكيب اوموجين وثمانيه من نفس الفريق ويعرفوا بعضهم وقارين بعضهم، فانه المستوى الفني نتاع البطوله الانجليزيه والبطوله الالمانيه والبطوله الايطاليه والبطوله الفرنسيه ينجم يربح يعني. ينجم يربح التكاتف نتاع الفريق الواحد، لانه ما يكفيش انه عندك ثمانيه لاعبين من فريق واحد، لازم يكونوا في احسن جاهزيه، مدرب حاضر الحظ معاك يمشي باش تنجم تكمل القدام. لكن الحقيقة أنا حبيت نتواصل شوية في السؤال اللي سألته البرهان وتعقيب برهان أنه اليوم الشارع الرياضي قد يكون ما يعرفش المنتخب التونسي. روزيدة في العامين الأخرين زرعنا نقاش الشك، خلينا نقوله بينون الجمعة، زرعنا نقاش شك شكون حارس المنتخب، زرعنا نقاش شك ولا علي العابدي ولا علي معلول، زرعنا نقاش شك كما كالعام يلعب زبير واسكندر ما ينجموش يلعبوا مع بعضهم، عيسى العيدوني وسخيري ما ينجموش يلعبوا مع بعضهم. زراعة الشك راهي تنتقل العدوى للمشاهد. صحيح انا نقول انه المدرب يحسن روحه واللاعب يحسن روحه، لكن المشاهد والمستمع العادي انت وشنو تعطيه؟ انت عطيته زراعه شك ولا الكره الاولانيه للعابدي يمسها بالغلط يقول لك كارو علي معلول، الكره الاولانيه لعلي معلول يمسها بالغلط يقول لك علي العابدي خير. الثوابت اللي نزمنا نمشيو بهم نحيناهم، ما تنجمش اليوم تبدا ماشي وانت عندك زراعه شك شكون باش يشد حارس المنتخب الوطني التونسي. ما تصيرش راهي في كبريات المنتخبات لازم يكون عندك الحارس الاولاني ولازم يكون عندك العشره اللي باش تبدا بهم ولازم يكون عندك لو بريمي شونجمون لو دوزيام لو تروازيام انت والكا رابع خاسر كليت حمراء ماركيت زوز بونتو في 20 دقيقه لعب كليت لازم يكونوا واضحين عندك. ما لازمش انت قبل ب 10 ايام نقول راهو نلوج على التشكيله الهجوميه. نرجع للديكلاراسيون جلال اللي ما عجبتنيش انه ما زلت نبحث على التوليفه الهجوميه. انت بعد كاس العالم عام 10 تراح ما نجمش تقول اليوم انا نبحث على التوليفه الهجوميه. الثوابت حكيت على فريق دو سود باش يبني على بيرسيتاو، ما جاش قال والله راه يلعب في الاهلي وما يعملش في دور دفاعي ولازم الكره نوصلوها له في نص ثانيه باش يبني على بيرسيتاو. ما تنجمش تقول مصر باش تبني على صلاح، عندك شناوي وعندك صلاح، احنا على شكون باش نبنيو؟ هاني قلت لك اعطيني حسب رايك. ما هو تل ما نجوش بنيو على عشواري، ما نجوش بنيو على الوسط نتاعنا. انا بالنسبه لي انا عندك السخيري والعيدوني ما تنجمش تقول ما عنديش لاعبي ارتكاز. سعد بيك قال لك بريك عنا بالكم بالبالة ما تنجمش تقول انا راه ما نجمش نبني على العاشوري في اللي قاعد يقدم فيه من مستواه. ما تنجمش تقول انا ما عنديش لاتيرال جوش وقت اللي عندك احسن واحد في افريقيا علي معلول وشوف شنو الناس تحكي عليه في مصر، وعندك زيد علي العابدي وشوف شنو قاعد يقدم في على المستوى الاحصائي في الفريق نتاعه. بالتالي برشا ثقه لازمها تتعدى، لكن الثقه مش ديسكور بركه، ثقه او فعل. وانت وشنو عندك ليكيب هداف المنتخب هذايا البيوتور نتاع المنتخب هذا شكون؟ يوسف هذاك يوسف هو معناه عاملين عليه هو اللي وحتى مليون تيرا هو اللي ماركينا هو اللي قاعد يماركي يا اخي سامحوني ليديسيون الاخرانيه سي عبد الباقي ماتش نيجيريا اللي بنينا عليه برشا حكايه تكا ولا اللي ترشحنا به ما يكون عند يوسف ضربها مثل وحتى غادي بعد خسرنا مع بوركينا فاسو في الكارد فينال. ناميبيا اللي خايف منها انت سي عبد الباقي ترتيبها 115 في الفيفا، تلعب اليوم مباراه وديه ضد غانا. مالي لعبت ماتش اميكال ضد غينيا بيساو 6-2.
الاثنين لو بوين ان كومون انهم يلعبوا مع منتخبات معناتها اقل مستوى. كي نشوفوا مالي ضد غينيا بيساو ربحت 6-2 عندها اعلى قيمه تسويقيه 162 مليون اورو. ايف بيسوما من توتنهام، بوبكر تراوري من ولفرهامبتون، معناتها منتخب عنده يقول ما يقول في روحه، وديما ماتشويتنا مع مالي يتعداو صعاب ديما. معناه دي نحن ترشح الكوب دي موند على حساب مالي بهدف القاعدة وقت ترشحنا عليهم في الكوب دي موند الاخرى معناها بهدف ضد مرمي ان شاء الله تكون معناها بوتو ضد جولو اي بوتو ضد جولو ان شاء الله يعودوها ان شاء الله ما ثم حتى مشكل عاودوا جولو يهبط المركز قبلي كل شيء يهبط رئيس مالي مركز. المفيد الاربيتر ما يظفرش الفان دو ماتش في الدقيقه 79 كما صار وقتها وتعاملنا ولا باش اسمه قسما وقتها الحكم ضد ماتش كان الكاميرون تحكي اي كان الكاميرون قسما ضر مره توريطه كلبه مع الوداد فهمت مع رئيس الوداد خلي حكاية أخرى تونا رجولها. قولك حاجة أنا هذوما اللي يقولك عندهم ملاعبي في توتنهام وملاعبي في إيفرتون ما يقلقنيش هذا. أنا يقلقني التوليفة الجماعية متاع ملاعبي هذوما كي تلموا خارج إطار فرقهم. يا مارينا دروغبا ومسيرته الرائدة معنا في تشيلسي وفي عمره ما عمل كوب دافريك به. نرجع نشوفوه بكوب دافريك ديجا حتى ضد كوب دافريك ما اللي خسروها مع مصر 2006 دروغبا سبب من الاسباب ضيع وجوده في الكونتكست اوروبيان راهو يختلف على وجوده في الكونتكست افريكان. شكون اللي تلقى وجوده في الكونتكست افريكان قوي؟ هم اللي ملاعبيتهم تسوقوا من بلادهم وهم سينيور للاوروب معناها يعرفوا بعض في المنتخب وبعد تسوقوا بعد يعاودوا يتقابلوا. هذوما براتيكمون شويه السنغال مصر عندهم المغرب بوتيتر فهمت مي الاخرين راهو تجم هما يكونوا نقطه القوه نتاعهم اللي يقضيوا بها لا قدر الله على المنافسين الكل الا احنا ويجم يكونوا هذوك نقطه الضعف. صحيح فهمت لا بريفوني السنغال كي لمت بعضها كوميل فو ولعبت جو كوليكتيف وجابت مدرب لاعب كوره ومتوج ويفهم تحس البصمة متاعه في الانضباط اللي موجود. خاطر سعد الباقي يحكي على الملاعبية اللي يجي لابس صورة النجم تلقى في نفس الكيب خمسة نجوم وثمانية نجوم كما صار في نيجيريا كما ديما يصير في نيجيريا وغانا والكامرون والكامرون خاصة يصيروا في الازرابات السنغال كي هزت الكاس الافريقية الاخيرة ثم بصمة مدرب جاء قال راني انا لاعب كوب دافريك وراني لاعب كوب الانتقادات اللي صارت على اليو سي سي معناتها اكثر من عشرات المرات قد القادري نجح اي واضح نجح معناها احنا تبقى باش نختم عندنا السلاح نتاعنا الاساسي هو لو كوليكتيف باش نواجهوا به لي زانديفيدو القوى واللي موجودين في منتخبات اخرى اللي هما يجموا يصنعوا فارق وحدهم ما غير لعب الور نحتاطوا من هذاك. هذاك علاش نرجع ونقول لك انا ما يقلقنيش اني مش ندافع ضد مالي ومش ندافع ضد جنوب افريقيا. قلقني اني يلزمني نصل على اللعب مع ناميبيا غاديكا ما تنساوش انه بعد دور المجموعات لازمنا نترشحوا باش نلعبوا 8 دو فينال ومهم جدا باش نعرفوا شكون هم المجموعات اللي ممكن نتلاقاو معاهم اون سكرواز فيهم هذا زاد نحكي عليها في حلقه اخرى شكون الفرضيات اللي نجموا نتيحوا معاهم ثم ربع نهائي ثم نصف نهائي دونك بالباركور طويل بالكدا هاي باش نكملوا سامحني بالله الحاجه اللي مش تحب تروح بكري اي لا ميسالش مهم المعلومه ومن بعد نروح انا وخويا برهان وسي عبد الباقي برهان باش يبات هنا غدو تلقاه في المدينه خلي بجبنا من توا تكمل انت يا خو الميكرو اما لا المسابقه هذه من اصعب المسابقات يظهر لي اللي موجوده في كاس افريقيا. تعرف علاش؟ لانه الترشيحات نجم تعطيك 6 فرق 7 فرق ينجموا يهزوا التيتر. اليوم انت كي تحكي على الجزائر اللي هو هز 2019 ماشي ب 12 ملاعبي اللي هزوا 2019 المغرب ماشي ب 17 ملاعبي اللي عملوا في الفينال نتاع الكوب دي موند. السنغال ماشيه كامله مالي ماشيه كامله نيجيريا ماشيه كامله ترشيحات العاديه الكاميرون وغانا وصاحب الارض باش تلقى عندك زيدهم مصر زيدهم تونس تلقى روحك ترشح في 8 الى 10 فرق كي تنقص تلقى روحك ترشح في 6 فرق بالفم والملاه. هذاك علاش قلت لك كاسحه نكمل معك برهان بسايس ترشيحاتك لكاس افريق شكون تتوقع المنتخب اللي باش يهز الكان هذا شكون اكثر منتخب حاضر؟ العلم مش يقول هو العلم العلم الغيب ذكرني فيلم العلم, العلم والارقام حسن ومرقص عبد الباقي شكون اللي خرج من القارتو وعمل اكسبلوار قارتو هو المنتخب المغربي انا اعتقد المنتخب المغربي هكا العلم مش يقول خويا الكيب الافريقيه اللي مشات للدومي فينال نتاع كاس عالم وهاجت وهزمت فرق يعني كذا تيوريك ماوي هذاك هو المغرب ان شاء الله كلنا فينال تونس والمغرب وباش تربحنا المغرب
تيلين وقت ضربة كيما جزير وزياد وكذا ونعود. يا سيدي يعطيك الصحة بورين بسايس، فرحان برشا بالوجودك معنا. يجي طول بحثينا مش معناتها جيتنا اليوم، معناتها ثم خمسة جماعات أخرين ما كنتش تجي معنا. إن شاء الله نجي ونحتفلوا بانتصارات إن شاء الله بعد انتصارات جي بحثينا. اسمع لي توانسة في حاجة الفرحة راهو بجد، والله في حاجة الفرحة وفي حاجة سورتو الوحدة، والوحده هذه تاريخيا ما نجم تعملها كي الكره وعملها ليكيب ناسيونال. شكون عندنا غدا في الماتينال؟ عندي عميد المحامي. عميد محامي برشا كلام على عميد محامي وال سي نجيب موجود ومدام وهاني في القمر طبعا كالعاده باهي. الحلقه القادمه باش نجيبوا نجيب الزيري. هذاك اكثر واحد لعب في ليكيب. شكون اكثر واحد في ليكيب ناسيونال عنده مشاركات ولعب في تاريخ؟ شكون نجيب الزيري اكثر لاعب وما يغيبش؟ لا باش نفهم هو في تاريخ المسابقات الافريقيه اللي كسر ثامن مسابقه نحكيو على التوالي هو يوسف المساكني. تخلي هو يوسف المساكني ثمانيه مسابقات في نهائيات افريقيه في تاريخ المنتخب الكل. هذا هو باه. يعطيك الصحة برهان طارق الإعلامي باش نعملوا ترتيحة صغيرة عشان باش نحكيو على كأس تونس بلوتو السوبر التونسي البارح تتويج الأولمبي البيجي ضد النجم الساحلي. سبور بلوس على إي إف إم أحلى راديو. هلا وسهلا مساء الخير، مرحبا من جديد في الجزء الاخير من سبور بلوس. بعد شويه باش يكون معنا ناطق رسمي للاولمبي البيجي. نباركوا للاولمبي البيجي سي عبد الباقي بعد تتويجه في ماي الفارط بكاس تونس، يضيف كاس السوبر البارح 2-0. تتويج مستحق ومباراه معناتها على ضوء ما صار في المباراه التتويج مستحق البارح للاولمبي البيجي. بيان سور تتويج مستحق، وهو تتويج لمجهودات انطلقت من الموسم اللي فات ديجا. والأولمبي البيجي البارح بون سي فري ما ليناش برشا كوره، لا تيران براتيكابل ولا حتى جمهور ما جاش برشا. نفسيه اللاعبيه في الماتش هذا معناها تخليهم يكونوا دي كونتراكتي الماكسيموم بوسيبل. ولكن رينا استبسال كبير من طرف الأولمبي البيجي، روح كبيرة برشا، جاءوا من أجل نتيجة وتتويج حقه. ما ينقص حتى شيء من قيمة النجم الساحلي اللي ربما يمر بفترة ذهنيا معناها في ديستابيليزي أن بو، ومع بطولة الأولمبي البيجي البارح لابد من التنويز هذا أيضا ببطولة جمهور نجم الرياضي الساحلي اللي تنقل بعدد معناها طيب من سوسة في وقت في طقس خايب، ويلزم يواصل هكا رغم الهزيمة هذه مع فريق هذا. ثم الدخلة اللي عملها جمهور النجم الساحلي معناها عارف تصور هذاك الماتريال كل يجيبوه من سوسة يبقى تونس واحد فريمون. ثم شباب تونسي راهو قاعد يلوج على المنافذ ومتنفسات للإبداع وكل ما وجدها إلا وأبدع. شكرا للفريقين على المقابلة الكل، ومبروك للأولمبي البيجي بهذا التتويج. سي عبد الباقي أنت قلت كنت ذكر في الحصة متاعش كون أحسن فريق خيب الأمل متاعك وكذا. قلت أنت في الفترة الأولى من البطولة الأولمبي البيجي خيب أملك بالنظر لشنو كنت تستنى من الأولمبي البيجي بعد تتويجه بكأس تونس. أقل حاجة كنت نستناها في البلاي أوف. أنا عم ناول في البارتي الأولى متاع البلاي أوف قلت بيجا راهي قادره باش تهز الشامبيونات، وبرشا الناس بداو تعرفك التعليق التافهه القمميه معناها كانش بنقولوها فهمت معناها بون. ولكن نعرف يروح يتكلم معناها كيف تشوف الاولمبي البيجي عم ناول بارابور للمنافسين الموجودين في البلاي اوف فريق مراهن على البطوله لولا لي زاكسيدون اللي صاروا له في اخر سيزون بون. لكان الاولمبي البيجي رقم اخر في بطوله الموسم الماضي، ما حققش البطولة حقا. استنيت خير من انت سنة كنت نتوقع أولمبي بيجي مشي رغم اللي ديبار راهو اللي فيه لانه عنده برشا ملاعبية باهين، وثم انه فريق يخدم في السيرينيتي معناها يخدم رايض فهمتني. السنة اللي تزعزعوا شوية في الديماراج متاعهم وتغيير مدرب واحد هذا ربما خلى وزيد مع التيران هذا كيف معناها تبدل عليه ضرر برشا الحقيقه. كيف كانت الخيبه؟ كانت الخيبه انتظرت انه الأولمبي البيجي يكون في البلاي اوف، ولكن انتظر منه توا بالنفس الجديد اللي جاه وبتأطير مطلوب من الهيئه المديره خاصه على مستوى توفير حاجات اللاعبين. الأولمبي البيجي يعمل بلاي اوت باهيه برشا ويكون في الزوز الاولين. موجود معنا الناطق الرسمي للفريق صديقنا كريم الحسناوي. مساء الخير، اهلا وسهلا سي كريم.
مساء الخير. مساء الخير راديو ياسام وسعد الزاقي. القسم المشترك بيناتهم اللي ديما طلع خير على جمعيتنا. سعد الزاقي كان مشهور بالكلمة يقول ما اللي ملال الأولمبي البلجي ما تهز بطولة. كانت أحلام جماهيرنا في مستوى توقعات سعد الزاقي. أنا اتصلت به السيد هذا يا شاء الله ربي يفضل يعطي كلمة خير ودفع حتى الجمعيات السلبلون بسيشيك. واجبنا. بالنسبة راديو ياسام طلع خير على جمعيتنا وأنا نهدي معناتها الكاس هذه جماهير الاولمبي البلجي والبلجي الشمال الغربي وسي عبد الباقي وراديو افان. الله يخليك يعيشك يا سي كريم. عنا مديد على مداخله معناتها من عم ناول تقريبا من عم ناول. نباركوا لك كانت ناطق رسمي والاولمبي البلجي والبلجي بصفه عامه. السوبر هذايا زوز تاتوجات في تقريبا سباس نتاع 6 شهور. ماذا تعني للاولمبي البلجي لتاريخ الاولمبي البلجي للفريق الحالي نتاع الاولمبي البلجي؟ كيفاش لازم يستثمر فيهم بالكدي يستثمر في كاس تونس يستثمر هذايا في السوبر التونسي باش يحافظ هذا الاولمبي البيجي على مستوى معين نقعدوا معناتها نستناو في كل مره. فما شكون يحكي على لي زاكسيدون؟ نقول لي زاكسيدون وفرق بين لي دو تيرم. علاش؟ خاطر انا معناتها بالنسبه للسوبر كوب هذه قطعنا مع معناتها الشهرين اللي تعداونا معناتها ما نلعبوش في التيران تاعنا. كانت حقيقه معناها المستوى معناتها والملاعب معناتها اللي تيران اللي خذنا في سواء في تبرق ولا في مجاد البير ما خلوناش نلعبوا اللعب اللي نحبوا عليه احنا، رغم اللي سيطرنا امام النادي الافريقي طول وعرض لكن النتيجه ما كانتش معناتها تتوافق مع حقيقه الميدان. بالنسبه لتيران مجاد البير معناتها نفس المنظمه التحكيميه وغيره. ما نحبش انا نكون نحط معناتها العبء الكل على المنظمه التحكيميه وغيره. احنا جينا في السوبر كوب هذه وقعدنا مع اللاعبين كهيئه مديره وقلنا راهو احنا السوبر كوب هذه لازم تكون في باجه من ماي التوا معناتها المودو جانفي ما بينتها 4 شهور ولا 5 شهور معناتها نحبوا نقطعوا معاك الخيبه امل نتاع انه ما ترشحناش البلاي اوف. البلاي اوف مش مشكل عندنا ملعبيه. كان شفت سي عبد الباقي معناتها البارح كومبارسا المردود نتاعو مردود الشيحي مردود معناتها الدفاع كان معناتها متناسقين في الخطوط الثلاث معناتها وكنا معناتها نسحقوا الربح هذا ونهديه الاولمبي البيجي وجماهير الاولمبي البيجي. الاشكاليه انه ما نلعبوش مش قاعدين يا سي عبد الباقي رانا مش قاعدين نلعبوا في التيران نتاعنا ما لقيناش لي بارامتر نتاعنا. صحيح فهمتني ما لقيناش لي بارامتر نتاعنا وهذا اللي خلانا معناتها النتائج تكون نوعا ما سلبيه. انما نقول سلبيه مباراه من جردان مباراه النادي الافريقي. هل هو السبب الوحيد الميدان سي كريم وقت التتويج نتاع فوالا هو هنا تو كونتينيتي العمناوي والخطر السوبر هذايا خاطر الاولمبي البيجي توج بكاس تونس الموسم الفارط خرجوا برشا ملاعبيه كوادر وكانوا مؤثرين في لعب وفي الموسم الاستثنائي للاولمبي البيجي عمناوي مش فقط التتويج خاطر الموسم الاولمبي البيجي عمناوي لا يتلخص فقط بالتتويج بكاس تونس بل بباركور تميز على طيله امتداد الموسم خرجوا برشا ملاعبيه ما تمش تعويضهم بالمستوى المطلوب واستنينا برشا من الاولمبي البيجي. لحظه بركه اي ذاك علاش خاطر مثلا كي يقول لك شنو انت استنينا اكثر من الاولمبي البيجي مثلا في كاس الكاف استنينا اكثر من الخروج من الدور الاول في البطوله استنينا اكثر من البلاي اوت للاولمبي البيجي حتى بلاي اوت ما كنتوش في المركز الرابع كنتوا في المركز الخامس ذاك علاش ثم نوع من خيبه الامل اللي هي بمحبه وبمعزه يعني بالنسبه للاولمبي البيجي مقارنه بالموسم الفارط. نعم خيبه الامل هذيك خلت لنا نداركوا احنا معناتها سوبر كوب كان تدارك خيبه الامل اللي صارت. خيبه امل من ناحيه انه الملاعبيه اللي غادروا ما قدرناش احنا باش نعوضوهم لكن انا نتصور الملاعبيه اللي موجودين مع نلقاو معناتها منع الانتداب هذا اللي تجاوزوه نلقاو شي دوبلور اللازمين خاصه في اماكن معينه نحاولوا نتجاوزوا العقبه هذه. الاشكال انه ما نجموش نحكيو على مغادره اللاعبين فقط اللي هو سبب في انه تدهور نتائج الاولمبي البلجي، لا هناك العديد من الاسباب يطول شرحها اسباب مسببات يطول شرحها معناتها خاصه انه مغادره العديد من اللاعبين للميدان اللي تحرمنا منه انا قلت 8 اشهر ومساله منع الانتداب اللي اثرت بدور كبير على معناتها نلقاو معاودين مثلا محرز راجح ولا غيره باش يرفعوا عليهم شويه وكذا معناتها سي تانتو العديد من العوامل مش عامل واحد فقط هو اللي خلينا نقولوا انه جمعيه الاولمبي البلجي تعيش في بعض الاحيان في بعض الاحيان تكاثر في النتائج. شنو الهدف بالنسبه للموسم السنه اللي ما تبقى من البطوله سي كريم؟
والله ما غير غرور. انا نقول ماهيش 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 معناتها موقع الاولمبي البيجي. مانيش باش نخمم في المساله هذه. ان شاء الله بالبرفورمانس اللي عندنا وان شاء الله باللاعبين اللي عندنا نكونوا معناتها ضامنين البقاء. وعندنا معناتها ان شاء الله نلقاو لونتونت ما بين اللاعبيه وبين الممرن اللي قبل حقيقه الممرن اللي قال لقى تجاوب توا مع اللاعبيه. ان شاء الله نخدموا في الشهر التريف هذا نخدموا باش يكون معناتها نزيد نعاودوا كاس اخرى وتور كوب اخرى فهمتني. كان تحرمنا من بلاي اوف ان شاء الله معناتها مش تحرمنا معناتها قلت لك العديد من العوامل اللي ساهمت باش نلقاو رواحنا في المنزله هذه. باهي هشوف تفاعل. عندك شي تفاعل على سؤال سي عبد الباقي؟ كاس اخرى معناها يرجعوا للكاف يعاودوا ياخذوا الشانس نتاعهم في الكاف مره اخرى. ولكن انا نقول لك حاجه برك معناها راهو يلفو تريبيا سافوار جيري الوضع هذا راهو وضع الفرحه الكبيره راهو يخوف سيد. معناها ثم يجي يسبب في رولاشمو يجي يسبب في احساس بانه ساي سيزون فات او لازم لاعبيه الاولمبي الباجي. واعتقد مراد العقبي ماهوش خصيص معناها ويعرف شو يعمل وانسان معناها تجربته كبيره برشا سواء كلاعب او كمدرب. يردوا بالهم وياخذوا بالنسبه ليهم لازم يعتبروا انه سيزون مش تبدا تو وثم فيها رهان وريهان فيه مرتبة أولى. أخذ مع المرتبة الأولى متاعك وبعد اللي يجيب ربي مبروك. ألور الفواتر تريز أتونتيف في كيفية إدارة ما بعد هذه الفرحة الهستيرية اللي صارت البارح. وإن شاء الله عندي ثقة في أنه خسرتوا الإطار الفني الأولمبي البيجي والإداري معناه واعيين بهذايا ويعرفوا شو يعملوا. ومن أهم من توصيات مدامين يطمن عليها هو تو الناحية المادية للاعبين. راهو الملاعب يخدم بالنسبه ليه كي تبدا ظروفه الماليه مستقره هو يكون مستقر على جميع المستويات الاخرى. هاي سي كريم. هذا البيوس البير وديما كاننا بدينا من الجديد خاطر احنا ما نحكيوش في الاولمبي البيني صدقني ما نحكيوش على معناتها مباراه ولا زوز نحكيو في السوتوت عن بروجي ونخلينا احنا نوصلوا توا معناتها بدون غرور. نعم انه معناتها ظفر بالسوبر كوب هذه محطه من المحطات. ثم بروجي كبير ثم ملاعبيه باش نسحبوا عليهم. ما نجمش نقول لك انا مش نفوت في زوز ملاعبيه ولا ثلاثه معناتها تخزينه خزينه معناتها النادي بالمال. وهذا مسار عامل ثم ملاعبيه نهايه عقد ما تمكنتوش باش تجددوا لهم خاطر كانوا عندهم عروض كبيره. نحكي على بوقر الحديث على وائل الدربالي اللي كان واحد من اهم ركائز الاولمبي البيجي وتباع بمبلغ مالي هام جدا. هنا زاد الاولمبي البيجي يبيع في الكوادر نتاعو لكن زاد قاعد يدخل في الفلوس. دونك هنا ثم توازن لازم يعرف يستثمر فيه الاولمبي البيجي بطبيعة الحال. ان الاستثمار هذا هو توازن بين شنو اللي قاعد تدخل وشنو اللي قاعد انت شنو عندك من لعبيه. انا قلت لك نحكي لك على بروجي. شنو معناتها بروجي؟ معناتها احنا ما نحكيوش في ريزونمون ا كور تيرم نحكي ا لون تيرم انه شنو الملاعبيه هذوما شنو ينجموا يجيبوا لجمعيتنا وشنو اللي قاعدين كما قال سي عبد الباقي انه فيوتشر تير توا كانك بديت من الجديد. شنو معناتها بديت من الجديد؟ معناتها يلزم الظفر بالمرتبه الاولى في البلاي اوت واللي ما لا معناتها يكون الكاس والكاس الخامسه ولا السادسه في معناتها خزينه النادي. وين باش تلعبوا في البلاي اوت سي كريم؟ خاطر الحديث على بروجي هل تنجموا نحكيوا على بروجي في حين انه الملعب مازال ماهوش جاهز ولا الاولمبي بيجي من ستاد لستاد؟ الملعب مازال ما فيه ست اشهر. كي نحكي على بروجي نحكي انا لون تيرم نحكي على دوزون تروزون قدام. انا تو الملعب مازال فيه ست اشهر ويحضر ان شاء الله ونتجاوزوا العقبه هذه. وين باش يكمل يلعب الاولمبي بيجي في البلاي اوت؟ للاسف التوا لحد هذه الساعه ما نعرفوش احنا خاطر غافينا ترفع على مجاز الباب وتبركه وغيره. نحب ونلقاه مع ما نقولش مع السلطات خاطر السلطات ما عند حتى ثقه حتى انسان. اما نعطيك مع الجامعه ولا الرابطه اللي تنظم المسابقه باش تكون معناتها عندنا ذخرة معناتها ملعب في نلعبوا فيه كوره ونشوفوا فيه كوره. رغم العوامل الطبيعيه اللي صارت في 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 رادس خير من اللي معناتها نلعبوا في مجاز البير ولا في تبركة. تقولي اللي العوامل الطبيعية وقساوت العوامل الطبيعية ومعناتها ومن جهة حتى الملاعب يتحكم في كرة وغيره خير لنا من اللي نلعبوا في مجاز البير وتبركة. مع العلم انه انطلاق مرحلة تفادي نزول من الرابطة المحترفة الأولى يوم 3 فيفر يعني بعد شهر من تو مطالبينكم تلقاو ملعب. وخاصة انه منذ بداية الموسم تعرفوا الموضوع. نذكر دخل معي مراد الفرشيشي قال انه اتصلتوا بالبلدية المرسى حول ملعب عبد العزيز الشتيوي وكذا في الحالات الكل معناتها ان شاء الله ما يتضررش أكثر من هكايا الأولمبي الباجي. واضح سالة على خير سالة اي تراجي قدام خير من اللي نلعبنا فيه. انا ديجا استاد تبرقة ومجاز الباب ما فهمتش كيفاش خذوا الترخيص معناتها باش يلعبوا فيه الحقيقة. والله صدقني يعطيك صحة في الكلام كيفاش حاجة انفرنال
ما كنتش نتصورها انا فما ملاعب في تونس بالواقعيه هذيك وبال معناتها شيء اسس معناها فهمت كيفاش خذاو المولغاتشان ولا غيره كيفاش خذاو باش يحتضن المباراه النادي الافريقي والاولمبي البلجي ولا بلغريتان بقينا لتو نقطه استفهام مباريات نحكي على مباريات في الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم رسالتك للجماهير هل سيواصل مراد العقبي على الاقل نهايه الموسم كيفاش تعملوا باش تحافظوا عليه عكس المدربين السابقين عمليه بتلاع عنده تو شنو قعدوا ونقعدنا معاه سي كريم شو كيف بتبيع الخشير مخرج جري يخرج دونك سؤالي ليك علاش شنو لازم يصير باش مراد العقبي يقعد وما يخرج انا نعطيك جوانب قانونيه لو مش باش نجي انا نحكي معناتها سي كان يسمع فيه حتى مراد العقبي وغيره ثم معناتها فان كونترا معناتها يولي حر ما احنا قبل معناتها انتهاء العقد هذا ثم مفاهمه معاه باش يقع التمديد وغيره. من عقد على وجه صحيح يقول كما القانون في بين المتعاقدين معناها. صحيح. مش مراد العقبي معناها ولا خشيرم راهو فاند كونترا سي. فاند كونترا مشينا نروح. معناتها واحنا جددنا الثقه ومعناتها مع الجزائري نبيل دريز ومع اليوم معناتها مع مراد العقبي، مراد العقبي قبل البلاء حسن انا نصور، مراد العقبي يعرف شنو يعمل، مراد العقبي احنا متمسكين به. ومراد العقبي شان يكمل معنا معناتها نهايه العقد وهو التتويج الثاني بالسوبر التونسي لمراد العقبي مع بعد التتويج الاول اللي مع الاتحاد الرياضي المناصري. يعطيك صحه سي كريم الحسناوي ناطق رسمي للاولمبي البيجي. سي عبد الباقي فوز اولمبي بيجي على حساب النجم الساحلي وحاله تململ كبيره في خصوص في صفوف جماهير النجم الرياضي الساحلي حول انه الفريق لا يتطور، ما نكتبوش على بعض منذ بدايه الموسم لا يتطور النجم الساحلي، نفس الاشكاليات مازالت موجودة في بناء الهجمة، شك كبير في مدى قدرة الإطار الفني على قيادة النجم الساحلي في قادم الفترات مع عودة تشامبيونز ليج وكذا. تعليقك على كل هذا؟ أنا أعتقد أنه هذا تضليل للمشاكل الأساسية متاع النجم الرياضي الساحلي اللي هي مشاكل بالأساس مادية، والمشاكل المادية هي اللي خلت الإمكانيات الموضوعة على ذمة الإطار الفني للنجم الرياضي الساحلي إمكانية محدودة ومحدودة جداً، والملاعبيه هذو ما كان كريت معناها عملوا دي ماتش باهيين من بعد تالي ما يشدوش في نرجع هنا للكاليتي وللقدره على البيرفورمانس باستقرار وبانتظام. الور ما تجمش راك تطلب منهم اكثر من هذا، سورتو البارح العمود الفقري نتاع النجم الرياضي الساحلي ما هوش موجود، حمزه جلاسي اللي هو فريمون هو اللي يقود في وقالها حتى السيبي اعترف بها معناه هو اللي يقود فيهم معناه السيبي كان قال ربحنا وحده يقصد لانه كان يدفع هو في المجموعه الكل باش فرق بين النجم اللي ريناه ضد النادي الافريقي والنجم اللي ريناه البارح. الور شنو اللي قاعد يتغير؟ قاعد يتغير هي لاكاليتي اللي تخليك تجم تحافظ على مردود مستقر طوال موسم كامل، هذا بكل صراحه مش متوفر. البدائل ماهيش متوفره، هي تضرب له واحد بن يونس ما يقاش شكون اللي يجم يقدم له على الاقل 80% منه. الور هذا كله يزمو تفهم من طرف جمهور النجم الساحلي، وجمهور النجم الساحلي يزمو يعرف انه التحدي الاكبر بالنسبه للفريق وقالوا عثمان جنيح بالصيف هو اخراج النجم الرياضي الساحلي من المشاكل الماديه التي تهدد كيانه. هذا راهو اهم من سوبر كوب ومن كوب ومن شامبيونات الدنيا كل، لانه كيف تحل المشكل هذا المستقبل لا ولن يكون الا لفائده النجم الرياضي الساحلي. تبقى لي حويجه برك انا نتسائل علاش البلاي اوت، علاش هالراحه بشهر واربع ايام ما ثم حتى ملاعبي في ليكيب ناسيونال، علاش ما قعدوش يلعبوا كومسا نوفروا التيرانات؟ واحد كيما الاولمبي البيجي اذا كانت يبدا البلاي اوت ديزون من لحد الجاي ثم تيران زويتر ثم تيران نيفر ثم يجمو يجيو يقاو حتى وين يلعبوا، يولي عندك لي تيران الكل على ديسبونيبيليتي دو تروا ماتش. علاش تحب بعد تعاود تلعب وكنا نجمو نعملوا بلاي اوت بالفار في الفتره هذه؟ في عندك تروا فار برك تستعمل فيه في البلاي اوف انت يا خويا، فرصه وامكانيه انك في الشهر هذا تكمل تكملها البلاي اوت. مش يقول لك زاد من هنا اوكي نجموا نعملوا تو بلاي اوت بالفار، لكن الموسم تاع عديد من الانديه باش يشوفوا على بكري ومش ممكن انه موسم هنا بزوان حاجتنا بانه موسم يفعلنا على بكري، نحن في حاجه الى ذلك لتعديل الرزنامة ان فوا بور توت. معناها احنا كل عام نقعدوا في نفس المشكله وبعد نقروا احنا متضايقين ونلعبوا في الماتشات على بعضها وفي رمضان نلعبوا في القويل وفي الماضي ساعه ونص في رمضان واحد الأور. هذه فرصه كنا نجموا نستغلوا هالشهر واش هذا ان شاء الله ليكيب ناسيونال تلعبوا في اخر الكوب دافريك
ونلعبوا ليماج بلاي اوت على على الاقل كما قلت لك نربحوا لي تيران يكونوا ديسبونيبل معناها الماتشوات. وهو نحن تسالنا الاسبوع الفارط حول عوده البطوله بالتزامن مع ايش باش يعمل المنتخب الوطني التونسي. دونك رسميا اليوم الجامعه تنهي الجدل انطلاق مرحله التتويج في الرابطه المحترفه الاولى يومي 17 و18 فيفري 2024. دونك مهما كانت النتيجه والباركور اللي باش يعمل المنتخب الوطني التونسي فانه انطلاق مرحله التتويج باش يكون بعد نهايه كاس افريقيا للامم. كاس افريقيا توفى ل 11 فيفري دونك بعد اسبوع يبدا تبدا تنطلق مرحله التتويج في البطوله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. دونك انطلاق مرحله البلاي اوف بلاي اوت باش يبدا يوم 3 فيفري. الادوار الاولانيه لتصفيه كاس تونس الدور الخاص بانديه الهوات والرابطات الجهويه 27 28 جانفي. الدور الخاص بانديه الرابطه المحترفه الثانيه 27 28 جانفي. والدور الخاص بانديه الهوات اول وثاني ورابطات الجهويه ورابطه المحترفه الثانيه 24 25 فيفري 2024. يعطيك الصحه سي عبد الباقي. حاجه تمنياتنا بالشفاء المعز بن شريفيه اللي عمل العمليه نورمالمون اليوم يخرج من الكلينيك. الطبيب اعطاه راحه كليه ادناها 10 ايام اقصاها 15 يوم يرجع بعدهم بشويه بشويه للتمارين وان شاء الله مع فتره التريف يكون حاضر في عوده فريقه. كل التحيات وكل الاماني بالشفاء العاجل بن شريفيه وان شاء الله هذاك حد اللطف. تحيه ليه معز بن شريفيه. الزائده الدوديه هذه اللي سمعنا احنا المصرين الزائده نقولوا احنا ان شاء الله هذاك حد السو وان شاء الله باللطف في المستقبل. يعطيك الصحه سي عبد ان شاء الله خبير به يجيه في الجمعه هذه ان شاء الله زيد. اي شنو هو دوما سير تقول لك عليه هونوف اما دوما سير تقول عليه في الـ في الـ في ان شاء الله ربي يوصل بسالم بالنسبه لزوجة معز بن شريفيه. يعطيك الصحه سي عبد الباقي. شكرا للجميع كنتوا في المتابعه والاستماع. نلتقيك كل عاده غدوه في نفس التوقيت وفي حلقه جديده. تصبحوا على خير. سبور بلس على اي اف ام احلى راديو.